ماذا لو قلت لك أن هناك سيارة بها مسبح ومهبط طائرة وملعب جولف؟ لا يعقل. أطول سيارة في العالم صممها جاي أوبرغ في سنة 1986. طول هذه السيارة 18 متر مع محركين و26 إطار لحملها. في عام 2019 قرر صاحبها أن يزيد من طولها فصار طولها 30 متر، وأضيفت فيها مرافق أخرى ترفيهية لتصبح بما يشبه الفندق المتحرك. يمكن قيادة هذه السيارة من الجهتين وتتسع ل 75 شخص. ما يحيرني كيف لا تزال هذه تسمى بسيارة، من المفروض تصنف كقطار أو مترو، أليس كذلك؟ وأخيراً بعد 35 عام من التطوير والتعديل حطم صاحبها الرقم القياسي من جديد بلقب أطول سيارة في العالم. أنا إسلام كموني وهذه دقيقة من هل يعقل، والسؤال